الحاجه الثانيه، واحنا بنتكلم بقى نرجع للامور النادي الاهلي والمباراه ديت، لان انا بعتقد ان المباراه دي حملت حاجتين، عوده الـ زي ما بيقول الوعي. جمهور النادي الاهلي قدم مثال يجعل اي حجه دلوقتي لحرمان الجماهير، وده شيء كويس جدا، واحنا داخلين على كاس الامم ومطمئن جدا احنا داخلين على كاس الامم. ملعب من غير جمهور او كوره من غير جمهور زي مسرح من غير متفرجين. فانا بتكلم بقول بحيش الجمهور كله الحقيقه، وبس بعيب على القناه اللي بتنقل لنا على اخواننا بتوع الجزيره ان هم قطعوا طلعت لهذه المساله اللي قطعوا الارسال. كان يجب ان يستمر الارسال لغايه ما نشوف الوضع، اللي كان ساعه اللقطه اللي كان فيها حسام هنا ويمكن على الشاشه قدامنا هنا، الماتش خلص من هنا، حسام عاشور الكابتن الفرقه جمع الفرقه واتكلموا، كان المشهد ده اللي هو اللقاء المهم، هو ده المكسب الحقيقي، عوده روح لفريق وعوده وعي للجماهير، فالاثنين اكتملوا مع بعض. وهنا وده حسام القناه ما اعرفش قطعت لا ده ليه، انما هو طبعا احساسهم ان هيبقى في مشهد كويس او حاجه في الصالح كالعاده يعني، ما علينا مش هنقف قدام الصغائر دي. انما هنا في الفيديو ده بيبين ده الاستقبال الجماهير، وعايز اقول اللعيبه اعتذرت باعتبارهم هم مسؤولين، لان الخروج كان بادي من هناك مش من هنا، مش من الذهاب من العوده. وانما الاداء في الملعب اللي حصل في الملعب والاداء في الملعب يعني بيبين عوده تروح لفريق، وهي دي اللي كانت لو ربعها موجود ما كانش حصل خمسة. الروح بس كفايه يعني، انك تجري وتعمل الكلام ده كله. الحاجه الثانيه الاستقبال، احنا بقينا زي بره دلوقتي، انك انت تبقى خسران بطوله والجمهور كله بيسقف، الاستاد فيه 40 او 1000 او اكتر او اقل، كل الجمهور ده شيء رائع جدا محتاجينه في كاس الامم. صحيح، ودي اول نقطه مضيئه، ده المكسب حقيقي. ورسائل كتير يا استاذ ابراهيم، يعني مشقه الجمهور وسفره والتفافه حول الفريق، وانه ملى استاد برج العرب رغم انه عارف ان فرص الصعود قليله جدا زي ما حضرتك قلت في الحلقه اللي فاتت بعد الهزيمه الكبيره في المباراه في جنوب افريقيا، لكن الجمهور بيقول لفريقه احنا معاكم، بيقول لنجومنا احنا معاكم هندعمكم وكملوا احنا واثقين فيكم. بص يا جندي، احنا عايزين بس نقف هنا وقفه. الرياضه انت بتعمل بطوله بيشترك فيها عدد، في الدوري الانجليزي 20 فريق، ما اعرفش الدوري كام عندنا، انا في ابو النبي ما انا عارف اللي عندنا قد ايه الحقيقه، احنا عندنا فرق كتير. انما في الاول وفي الاخر كل ده بيتنافس في الاخر البطل واحد. مش معنى ان البطل واحد معنى الناس التانية ديت ان مثلا تروح تغير نشاط مثلا ولا حاجه. هو دايما الرياضه كده في الاول والاخر، انت بتلعب ماتش فيه كسبان وفي مخسر. انا كسبان تفوقت وكذا وكنت موفق في الكلام ده كله، التاني ده ما كسبتش النهارده ممكن اكسب بكره، هي دي الرياضه يعني، هو ده مفهوم الرياضه. الدنيا ما بتنتهيش عند حدث، الرياضه خلاص انا بقع اقوم، وهقوم الشاطر اللي لما يقع يرجع اقوى تقويه، ده الموضوع. فعشان ما نخشش في انما انت للاسف بتسمع كلام كتير وناس يقول لك هيولعوا في الحكايه المدرب وهيولعوا مش عارف ايه وهيعملوا ايه ومشوا، الحكايه مش كده. الموضوع لفت نظري في كلام حضرتك حاجه مهمه جدا، ان الجمهور مش بس قدم رساله راقيه جدا للنادي الاهلي وللكوره وللرياضه في مصر بشكل عام، ده كمان بيقطع الطريق امام كل من يحاول الابقاء على فكره ان المباريات تبقى من غير روح ومن غير صدى في الملاعب ومن غير حضور جماهيري. راي حضرتك ايه فيما هو قادم من مباريات؟ انا بقول ان النهارده الماتش ده انا لو من اتحاد الكوره وانا بجهز دلوقتي وبمهد ده خلاص اسمح الجماهير بتحضر، واللي يحصل غلط منه الكلام ده عاقبه. انما انا ما ينفعش اخد قرار عقابي يستمر، ما اقدرش. ده الراجل اللي بيسرق بياخد 3 سنين بيطلع، ما بيقعدوش في السجن طول عمره. حصل خطا بالكلام ده كله، ايه المانع ان الماتشات الجايه تبقى بالجمهور؟ مش لحاجه. احنا عندنا تحدي كبير جدا يا محمد في الفتره اللي جايه، كاس الامم الافريقيه. كاس الامم الافريقيه المساله مش رياضه، لا ده مسألة انك انت دولة بعد اللي حصل ده وبعد اللي كان التربص اللي بيه، والتربص ما زال قائم للدولة المصرية حتى اللي كان بتعلن قدرتك على انك تقدر تعمل بطولة. واول ما ظهر يعني، انا عايز اقول ان النهاردة وان شاء الله هتبقى حاجة كويسة لحفل القرعة، شيء رائع جدا، شيء رائع، نقدر نعمل ده ونقدر نطلع بطولة كويسة. عشان بطولة كويسة عايزين جماهيرنا تحضر ده، ايه المانع ان بقية الماتشات اللي جاية دي كلها تبقى كلها بجماهير؟ ايه المشكلة؟ وكل جمهور كل نادي عنده جمهوره ويحضر والكلام ده كله، ابتداء من اي ماتش جاي ده يبقى بالجماهير. واللي تغلط واللي يخطا ويتجاوز، انا ضد اي تجاوز وضد اي خطا ومش مع اي حاجه من ده. انت الجمهور تبقى جمهور بتشجع فرقتك، مالكش دعوه بالفرقه الثانيه، مالكش دعوه باي حاجه، انا مع ده تماما 100%.
ان حصل تجاوز خلاص، اذا كان حصل تجاوز في فتره من فترات من سنه ولا اقل ولا اكتر مش ممكن العقاب هيبقى. طب هل يجب ان يسري ما تطرحه حضرتك الان على مباراه الاهلي وبيراميدز بكل ما يحيي بيها؟ ايه اللي مانع؟ ما الجمهور يحضر الاهلي يحضر، والناس اللي بتحب بيراميدز تحضر وكلام. ايه المشكله في ده؟ ايه المشكله في ده؟ انا لازم احط عيني على كاس الامم اللي جايه. ايه المشكله ان احنا يعني حضرتك شايف ان مفيش مبرر ان تقام المباراه اللي جايه؟ لا 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 لا، ليه تتقام من غير جمهور؟ ولو واحد بس غلط يتحاسب، يحصل حساب ده. بس انا لازم، بس انا بالمشهد ده في بطوله في ماتش صعب وصعب 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 خرجنا فيه من البطوله، وخدت بالك وانت خرجت من البطوله، ومع ذلك الجمهور ما حد في الاخر. تعال شوف المشهد الاخراني اللي الجزيره حرمتنا منه لما عشان الشعب المصري ما يشوفوش، ان ما هو ده الوعي بتاعنا، هو ده وعي المصريين، هم دول المصريين، هم دول المصريين. انا فايه المانع ان احنا نعمل ده؟ وانا بقى اتمنى، مش بتمنى، بارجو ان ده يتم فورا دون اي من غير اي حاجه كده. احنا بنوجه رساله على لسان استاذ ابراهيم حجازي وباسم طبعا قناه الاهلي وكل جمهور نادي الاهلي، انه لا يجب ان يستمر الوضع الخاص بعدم وجود او حضور الجماهير في مدرجات مسابقه الدوري الممتاز. شفنا الشكل الراقي والواعي اللي قدمه جمهور الاهلي مع كل الظروف اللي اشار لها استاذنا الاستاذ ابراهيم حجازي دلوقتي، الخاصه بعدم استكمال مشوارنا او خروجنا من البطوله في هذا التوقيت بعد عدم القدره على تعويض نتيجه المباراه الاولى في جنوب افريقيا. حضرتك بتقول انه يجب ان يكون هناك تعامل بشكل مختلف مع المرحله الجايه في الدوري المصري. تمام. وده تمهيد افضل لكاس الامم. هو ده، اصل احنا لازم نبقى، اذا ما كانش الدوري ومسابقات الدوري المختلفه، وبالمناسبه كلمه دوري بتنسحب على كل الدرجات. يعني الناس فاكره ان الدوري عندنا هو الممتاز، والناس فاكره احنا بنعمل الدوري ده عشان نغيظ بعض ونكيد بعض ونعاير بعض. لا لا لا، الموضوع المفترض ان المسابقه دي بتعمل عشان رفع مستوى اللعبه، فبعمل مسابقه ويبقى من ضمن المسابقه فيها المنافسه، عشان المنافسه يبقى فيه اول وثاني وثالث، وده حلو والتنافس ده حلو. بس التنافس ده اذا ما كانش كل القوه دي كلها تبقى قوه مجتمعه، قوه دفع واحد في اتجاه واحد عشان ترفع المستوى، بلاها كوره. هل احنا بنعمل ده؟ اشك. نقدر نعمل ده؟ نقدر لو احنا غيرنا الكلام ده. احنا طبعا لما نيجي نشكل، احنا عندنا المفترض المسابقه، لما بقول الدوري يبقى المسابقات كلها. هل مسابقات الدوري بعد الممتاز، بعد الدوري الممتاز وفي نص اللعيبه بتاعت الدوري الممتاز، اللي حتى اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز، هل النهارده ده بيرفع مستوى الكوره؟ لا، ما بيساعدش. فده محتاج نظره ثانيه. فاحنا لازم نعيد ده، عايزين نعمل كوره بجد. تقدر تقول لي طب احنا نقدر نلعب كوره بجد؟ اه نقدر، والله العظيم نقدر. الفيصل دايما لو انت ربنا حرمك من المواهب، ربنا عادل بيدي المواهب في كل المجالات لكل البشر، الشاطر بقى اللي يشوف مواهبه واللي يستثمرها. احنا لغايه دلوقتي لم نعرف كيف بعد نستثمر مواهبنا، وحكايه سهله وبسيطه ونقدر نعملها.